الإخوة المواطنون مرة أخرى ألتقي معكم هنا في هذا المكان بعد عام لنحتفل بعيد النصر كما نحتفل به منذ كانت حرب السويس المنتصرة وبورسعيد طالعاتها ومقدمتها الباسلة سنة 1956. هذا النصر الذي تحقق سنة 1956 سوف يبقى مع التاريخ لأنه أكبر من مجرد انتصار وطني. انتصار بورسعيد في سنة 1956 كان انتصار على مستوى الإنسانية كلها، وللإنسان انتصار للإنسان في تاريخه وفي حاضره وفي مصيره. جماهيرنا، جماهير هذا الشعب الطيب، هي صانعة هذا النصر. ويضاعف من روعة هذا النصر أن جماهيرنا صنعته، ولكنها لم تصنعه لنفسها فقط، ولكنها صنعته للإنسانية وللإنسان. هذا النصر صنعه إيمان هذه الجماهير بهدفها، رؤيتها الواضحة لهذا الهدف، تصميمها الأكيد على تحقيق هذا الهدف، صبرها على التضحية والشجاعة تحت النار احتمالا للمسؤولية الضخمة. وبعون الله وبإذن الله نحتفل دائما في كل عام بهذا العيد، ونكون قد حققنا في كل عام النصر بتحقيق أهدافنا التي نعمل من أجلها كل عام، كما نحتفل اليوم بهذا العيد وقد حققنا الأهداف التي صممنا عليها في العام الماضي. أيها الإخوة، اسمحوا لي باسمكم أنا أحيي وأشكر الدكتور محمد التيجاني عضو مجلس السيادة للسودان الشقيق، وأحيي شعب السودان الشقيق. الدكتور التيجاني في سنة 56 كان هنا في مصر، وأنا أعرف إن أما حصل العدوان على بورسعيد تطوع علشان يجي يحارب هنا وكدكتور يعمل في بورسعيد. وطبعا هذا الشعور وهذه العاطفة ليست غريبة، فشعب وادي النيل في شماله في مصر وفي جنوبه في السودان شعب من الأخوة من الأشقاء. نحن نحيي شعب السودان الشقيق، نحن نحيي ثورة السودان الشقيق، ونحن نقول لإخوتنا في السودان اللي تعرضوا للتهديدات من تشومبي في الأسبوع الماضي إن احنا معاهم قلبا وقالبا زي ما كنا زمان معاهم إخوة، و باستمرار على مر السنين الإخوة لن يستطيع الاستعمار أن يفرق بينا، ولن يستطيع الاستعمار أن يوقع بينا، ولن يستطيع الاستعمار أن يخلي مصر تعزل من هنا أو السودان يعزل من جنوب مصر. هنفضل مع بعض كده إلى أبد الآبدين، الإخوة الأشقاء الأحباء. نحن مع شعب السودان الشقيق ومع حكومة السودان الوطنية
ونحن نساندهم بقلوبنا، لأننا تجري في عروقنا دم الإخوة ودم الأشقاء. اسمحوا لي أيضا أن أرحب بالوفد السوفيتي، وفد مجلس السوفيتي الأعلى ورئيسه السيد شلبين، وأحييهم باسمكم باسم شعب الجمهورية العربية المتحدة، وأقول لهم إن إحنا لن ننسى أبدا تأييدكم لينا في جميع الأيام اللي عصيبة اللي مرت بينا. لن ننسى تأييدكم لينا في سنة 56 حينما تعرضنا للعدوان الثلاثي، ولن ننسى أبدا مساندتكم لينا في بناء السد العالي الذي كان حلم كل واحد فينا وأمل كل واحد فينا، لأن السد العالي بالنسبة لينا كان مسألة حياة أو موت. السد العالي كان أمل وطني، وكان رغبة وطنية، وكان مطلب شعبي، ونحن لن ننسى أبدا السد العالي، وسيبقى هذا السد على مر الأيام وعلى مر العصور رمز للصداقة العربية السوفيتية، الصداقة المنزهة عن الغرض، والصداقة المنزهة عن الهوى، الصداقة من أجل المثل العليا، والصداقة من أجل المبادئ. وقد رأينا كيف استطاع العمال السوفيت في أسوان في درجة الحرارة العالية أنهم يتحملوا الحر الشديد من أجل أن يقوموا بهذا العمل الكبير والعمل الضخم الذي تعهد الاتحاد السوفيتي بأن يتعاون معنا في إنشاؤه. لن ننسى أبدا هذه الصداقة، وباسمكم وباسم شعب الجمهورية العربية المتحدة أحيي الاتحاد السوفيتي، وأحيي حكومة الاتحاد السوفيتي، وأحيي وفد مجلس السوفيتي الأعلى الموجود معنا اليوم في هذا المكان. ويسعدنا أن يشاركونا في أعياد النصر وفي احتفالنا بأعياد النصر. أيها الإخوة، ونحن نحتفل بأعياد النصر ندرك حقيقة النصر، وندرك جوهر النصر، ندرك أن أعياد النصر لا قيمة لها مطلقا إلا إذا كانت حوافز لعمل جديد. لا نستطيع أن نعيش على النصر، ولا نستطيع أن نعيش على ذكريات النصر. إن الشعوب تتخلى عن ثورياتها إذا تحولت أعيادها إلى ذكريات تحتفل بأيامها على مر السنين. إن الأعياد لدى الشعوب الحرة والحية دوافع إلى التقدم تتجدد. ونحن نعمل كل عام ونحن نحتفل بعيد النصر، ونأخذ من عيد النصر ومن ذكريات النصر دوافع حتى نتقدم إلى أهدافنا، ونأخذ من هذه الأعياد حوافز حتى نعمل العمل الجديد. ليس معنى العيد، مش معنى العيد أبدا إن احنا نعمل مهرجانات ونضرب ونفرقع صواريخ والناس بتقف في الشوارع ونهتف، ولكن في العيد لازم نحس بمعناه بالأمل الجديد اللي بيتنازع نفوسنا ويتنازع أرواحنا. العزم الصادق مقدار ما يفجره هذا العيد من إرادة العمل. لا نكتفي أبدا أن احنا نقف هنا كل سنة ونحتفل بذكريات سنة 56 ونعتبرها أروع سنوات نضالنا. سنة 56 كانت من أروع سنوات نضالنا ضد العدوان، ولكننا نناضل كل يوم بنناضل من أجل أن نبني بلدنا، ومن أجل أن نرفع مستوى المعيشة في بلدنا، ومن أجل أن نقضي على التخلف، ومن أجل أن نقضي على الاستغلال، ومن أجل أن نقضي على كل الآثار اللي تركها الاستعمار في بلدنا. كل سنة بنكافح، وكل سنة بنقاتل، وكل سنة بنحارب، وكل سنة بنسير في معركة قوية ونحافظ على استقلالنا ونثبت استقلالنا وندعم استقلالنا.
في يوم العيد كل سنة لازم نذكر كل هذه المعاني. ولا نشعر ان اكبر سنواتنا كانت سنوات 56. كل سنة عندنا نضال، وكل سنة عندنا قتال، وكل سنة عندنا كفاح، وكل سنة عندنا عمل. في ناس بتعمل في الارض، وفي ناس بتعمل في المصانع، وفي ناس بتعمل مصانع جديدة، وفي ناس بتصلح ارض جديدة، وفي ناس بتعمل وتخلق وتبني من اجل ان نعيش نحن الحياة السعيدة، ومن اجل ان يوجد المجتمع اللي فيه العدالة والمساواة من اجل ابنائنا. كل سنة نقف هنا في ذكرى النصر الكبير ونتحدث عن الانتصارات اللي اضفناها في السنة اللي فاتت، نتحدث عن اعمال حقيقية عززت مكانة هذا النصر وحمت المكاسب اللي حققناها في سنة 1956. خير شيء نستطيع ان نستلهمه من معنى عيد النصر هو ان نستعرض ما استطعنا ان نفعله وما استطعنا ان نعمله. السنة اللي فاتت من سنة كنت واقف في هذا المكان في لقائنا السنوي يوم العيد، وطبعا النهاردة بعد سنة يجب ان احنا نسأل انفسنا ايه اللي فعلناه في السنة اللي فاتت. لابد ان احنا ننتهز الفرصة ومش بس نتكلم على 56 واللي عملناه 56 وضربنا الانجليز وضربنا الفرنسويين وصدينا عدوان اسرائيل وقضينا على العدوان الثلاثي، لا، من 56 واحنا النهاردة 64 وداخلين على 65 بنشوف ايه اللي عملناه في السنة اللي فاتت، وبهذا بنقدر نقدر موقفنا، وبهذا نستطيع ان نطمئن ويرتاح بالنا ويرتاح ضميرنا حينما نتأكد ان احنا فعلا في السنة اللي فاتت استطعنا ان نقوم بالعمل الذي يمكننا من ان نحقق اهدافنا. اهدافنا اهداف كبيرة، اهدافنا اهداف عظيمة، عملنا يجب ان يكون عمل متواصل، عملنا يجب ان يكون عمل مضاعف. في السياسة العالمية موقفنا بالنسبة للسياسة العالمية كنا دولة مستعمرة، استطعنا ان احنا نطلع الانجليز، ثم حققنا الاستقلال، ثم دعمنا هذا الاستقلال، ثم ثبتنا هذا الاستقلال، ثم قررنا ان احنا نتبع سياسة مستقلة، سياسة عدم الانحياز. هل استطعنا ان نحافظ هذا؟ هل استطعنا ان نحافظ على هذا؟ هل استطعنا ان نحافظ على ثوريتنا؟ هل استطعنا ان نحافظ على قدرتنا على الاندفاع؟ هل لا زال جهدنا قادر على التحليق في الافاق الكبيرة اللي كنا باستمرار بنحلم بيها واللي كنا باستمرار بنتمناها؟ السنة اللي فاتت كانت سنة هامة في تاريخ تطورنا. مرينا من مرحلة ودخلنا مرحلة أكثر تقدم. مسؤولياتنا في المرحلة الجاية أكبر من مسؤولياتنا في المرحلة اللي فاتت. مسؤوليتنا في المرحلة الجاية أكبر من مسؤوليتنا في المرحلة اللي فاتت. العمل في المرحلة الجاية أكبر من العمل اللي احنا قمنا به في المرحلة اللي فاتت. العمل اللي ينتظرنا عمل أكبر وعمل أضخم. وزي ما قلت في مجلس الأمة في أول دورته إننا اجتزنا مرحلة التحول العظيم وبدأنا مرحلة الانطلاق العظيم، ولكن مرحلة الانطلاق لا تتحدد ولا تتم بمجرد وصفنا ليه، ولكن بالعمل وحده نستطيع أن احنا نحقق مرحلة الانطلاق. بالنضال اليومي على كل الجبهات نستطيع أن نحقق مرحلة الانطلاق. كنا سنة 56 كان في انجليز هنا وخرجوا الانجليز، جيت لكم انا هنا في بورسعيد في سنة 56 في شهر يونيو ورفعنا العلم لأول مرة. أول مرة حللت بورسعيد من العلم البريطاني ورفعنا العلم المصري في سنة 56، وبعدين رجعوا الانجليز تاني في أكتوبر، وبعدين طلعوا وناس قدمت أرواحها وناس قدمت دمائها. ثم صممنا على ان احنا نحمي بلدنا وزادت ثقتنا. كنا عايزين نطلع الانجليز مرة واحدة طلعناهم مرتين، كنا عايزين نطلع الانجليز بس طلعنا الانجليز ومعاهم الفرنسويين، كنا عايزين
نتخلص من استعمار طويل. تخلصنا من هذا الاستعمار الطويل، ثم واجهنا غزو وعدوان واستطعنا أن نتخلص منه وأن تبقى هذه البلاد حرة لأبنائها. كنا لينا آمال كبيرة حققناها، ثم حققنا آمال أكبر منها. ما حققناهاش أبدا بالثمن الرخيص، حققناها بالثمن الغالي. وأنا عارف أن الثمن اللي حققناها به كان ثمن غالي، عارف أن في ناس ماتت أولادها، وفي ناس ماتوا عائلينها، وفي ناس استشهدوا، ودول ناس بنوا لينا هذا الوطن اللي احنا بنعيش فيه. ضحوا بأغلى ما يملكه الإنسان اللي هو الروح، أو أغلى ما يملكه الإنسان اللي هو الإبن. ولكن هذه ضريبة فرضت علينا، وهذا حق علينا احنا، كان لابد ان احنا نقوم به. وكل واحد قام بدوره، وكل واحد أدى واجبه، وكل واحد رفع السلاح، وكان كل واحد في بلدنا مستعد انه يؤدي دوره، ومستعد انه يؤدي واجبه، ومستعد انه يحمل السلاح، ومستعد انه يموت في سبيل ان تتحقق هذه الامال الكبار اللي كنا دايما بنحلم بيها، واللي كان بعض الناس بيقولون عليها انها امال مستحيلة، وان مين حيقدر يطلع الانجليز من مصر، وان الانجليز مش ممكن يطلعوا من مصر. طلعوا من الانجليز من مصر، طلعوا من الانجليز من مصر، وبنبني مصر الحرة، بنبني مصر المستقلة، بنبني مصر اللي ليها سياسة تنبع من نفسها وتنبع من ضميرها. بنبني لنفسنا مركز في العالم، بنبني لنفسنا مركز في المجال الدولي، في العالم الدولي. زي ما قلت في مجلس الأمة، احنا لينا كلمة ولينا قيمة، ولأن سياستنا بنبنيها هنا. احنا مش زي إيران. إيران بلد خضع للاستعمار طبعا، مسلطينها علينا الايام دي، بيشتمنا الشاه ايران كل يوم والتاني، بيعمل مؤتمر صحفي بيشتمنا. طبعا مش هو اللي بيشتم، ولكن بيدوروه واسياده بيدوروه، وبعدين هو بيشتم بعد كده. طبعا احنا واحد يعني احنا مش زي ايران. إيران مستعمرة أمريكية، مستعمرة صهيونية. إيران خضع للنفوذ الأمريكي، إيران خضع للنفوذ الصهيوني. ومين السبب في هذا؟ طبعا شاه إيران الذي يستغل طبعا إيران من أجل نفسه، وينهب أموالها ويسرق أموالها. وبهذا أصبحت إيران إيه في العالم؟ أصبحت إيران دولة داخلة ضمن أحد الأحلاف الغربية، ووقع تحت حماية الغرب، بيدوله معونات كل سنة، بيسرق شوية ويصرف شوية ويدي الجيش شوية، وبعد كده بييجوا يملوه علشان يشتمنا، بيشتمنا. يملوه اليهود يشتمنا، يملوه الأمريكان يشتمنا، وبعد بيعتقدوا إن كلام شاه إيران ده ممكن كلام يكون له تأثير، لأنه بلد إسلامي. إذا كانت إيران بلد إسلامي، لكن شاه إيران لا يمكن إن احنا نعتبره مسلم، لأن مطيق الصهيونيين لا يمكن أن يكون مسلم، لأن خارج بيكون خارج عن دين الإسلام وخارج عن المسلمين. مطيق المستعمرين لا يمكن أن يكون مسلم. وانتوا تعرفوا احنا ليه قطعنا علاقتنا بإيران من عدة سنوات، لأن إيران أصبحت مرتع لإسرائيل وأصبحت مرتع للصهيونيين. احنا بلد مستقل، لا يستطيع أي إنسان ولا تستطيع أي دولة إنها تخلينا نحيد عن استقلالنا، أو نحيد عن أن نرسم السياسة اللي احنا مقتنعين بها. في المجال الدولي أصبحت مصر لها مكانة كبرى في العالم. عقد هنا المؤتمر الإفريقي، زي ما قلت في مجلس الأمة برضو، إسرائيل كانت بتقول المؤتمرات دي بتكلف إيه وبتعمل إيه. طبعا لما بيعقد هنا مؤتمر افريقي، وبيجوا كل قادة افريقيا هنا في مصر، وبيشوفوا هذا الشعب المصري، وبيشوفوا الصناعات المصرية، بيقولوا ايه؟ بيقولوا هذا شعب استطاع انه يبني بلده، استطاع انه يستقل، استطاع انه يقضي على الاستعمار، استطاع انه يهزم الدول الكبرى، استطاع انه يقيم صناعة، استطاع انه يطور زراعته، استطاع انه يطور نفسه. بيقولوا هذا الشعب استطاع انه يعمل كده. اذا احنا في افريقيا، كل بلد في افريقيا تستطيع انها تعمل هذا العمل، كل بلد في افريقيا تستطيع انها تكون مستقلة، كل بلد في افريقيا تستطيع انها تصنع نفسها، كل بلد في افريقيا تستطيع انها تخلق الفنيين. اذا الاستعمار
لا يرضى ابدا وما يعجبوش ابدا ان القاده الافريقيين بييجوا هنا ويشوفوا في الدعايات الاجنبيه بتقول لهم هناك ان الشعب المصري شعب متاخر وان مصر ما فيهاش اي حاجه ابدا الى اخر هذا الكلام. بييجوا هنا بيشوفوا فعلا ايه الحقيقه وبيجدوا فيكوا المثل الطيب والمثل السليم اللي يجب انهم يحذو حذو ويعملوا زيه علشان يثبتوا استقلالهم في بلدهم وعلشان يبنوا بلدهم ويقدروا اما يشوفوا الوضع هنا في بلدنا ايه يطلعوا بنتائج ان السبيل الوحيد الى الاستقلال هو سبيل اتباع السياسة السليمة، السياسة التي تنبع من الضمير، وما فيش حاجة ابدا بين الاستعمار والاستقلال. يا اما البلد مستعمر يا اما البلد مستقل، اما البلد اللي شبه مستقل فهو بالفعل بلد مستعمر. في مؤتمر ايضا الدول غير المنحازة اللي انعقد هنا في مصر، مؤتمر الدول الغير منحازة اللي انعقد هنا في مصر إنه يدل على قيمة مصر، لأن إذا جت الدول الغير منحازة 57 دولة واختارت مصر علشان تكون فيه عشان يكون فيه المؤتمر، واختارت القاهرة بالذات لتكون مكان انعقاد المؤتمر، ده شرف كبير لينا إحنا نعتز بيه، إن دول العالم كلها تكرم دول العالم الغير منحاز تكرم مصر وتكرم القاهرة بأن تكون القاهرة مكان لمؤتمر عدم الانحياز. طبعا بعد كده الاستعمار لا يعجبه هذا والصهيونية ما يعجبهاش هذا الكلام، ومن الاستعمار والصهيونية نجد حملات على المؤتمرات اللي احنا عملناها هنا، ولكن احنا نفخر بأن بلدنا أصبحت هي البلد الذي تلتقي فيه حركات التحرير، البلد الذي تلتقي فيه الدول الإفريقية المستقلة، البلد الذي تلتقي فيه الدول غير المنحازة. ده في مجالنا الدولي. طب كنا فين سنة قبل سنة 52؟ مين فكر يجي يعمل مؤتمر؟ كان عندنا امتيازات أجنبية، كان عندنا جيش إنجليزي، ما كانش عندنا أبدا حتى علاقات في المجال الدولي إلا مع إنجلترا وفرنسا وبعض دول غربية، ما كانش لينا أبدا سياسة خارجية مستقلة، لأن احنا فعلا كنا تابعين لإنجلترا. كان في هنا السفير البريطاني وقبله كان موجود هنا المندوب السامي البريطاني، وكنا تابعين لإنجلترا وما كانش لينا أبدا الحق في أن نتبع سياسة خارجية مستقلة. طبعا النتيجة أن ما كانش لينا أبدا أي سمعة في العالم أو أي سمعة دولية، إلا طبعا سمعة الملك فاروق إنه بيروح كبري وبيروح روما وبيروح قبرص وبيروح رودس، وأنتم عارفين السمعة دي كانت على أي شكل وعلى أي أساس. النهاردة الوضع اختلف، معروف إن إحنا لينا وضع مستقل، اللي بيدينا كلمة بنديله 10، رأينا اللي إحنا عايزينه بنقوله ورأينا اللي إحنا عايزينه بنعلنه وما بنخافش. علاقتنا بحركة التحرر الوطني في العالم في سنة 56 حصل ايه؟ اما احنا جابهنا العدوان، كنا منتظرين ان العالم يأيدنا، كنا منتظرين من كل انحاء العالم ان القوة المعنوية العالمية تؤيدنا حتى ترهب الاستعمار، وكنا بنقدر اي كلمة في سنة 56 تأيدنا، كنا بنقدر اي تأييد لينا في سنة 1956، وفعلا استطاعت القوة المعنوية العالمية ان ترهب الاستعمار، واستطاعت القوى المعنوية العالمية والقوى المحبة للسلام في العالم انها ترهب الاستعمار وساعدت على انهاء العدوان وساعدت على تحرير العدوان. هل بعد هذا نتركر للقوى الوطنية الصاعدة في العالم او نعاملهم بالمثل زي ما تعاملنا احنا في سنة 56، زي ما كنا في سنة 56 منتظرين من العالم ومن دول العالم انها تأيدنا؟ النهاردة جميع الدول التي تحارب من أجل الاستقلال، جميع الحركات الوطنية، حركة التحرير الوطني في كل أنحاء العالم تنتظر من العالم ومن القوى المعنوية في العالم ومننا إحنا بالذات إن إحنا نساعدها ونعاونها. طبعا علاقتنا بهذه القوى علاقة واضحة، نحن نؤيد جميع قوى التحرير الوطني في العالم.
طبعا اخواننا الجزائريين لما كانوا بيحاربوا ايضا كانت هناك قوى في العالم تؤيدهم، وبهذا استطاعت الجزائر ايضا انها تحصل على استقلالها. نحن نؤمن بحتمية انتصار الحرية، ونؤمن بوحدة انتصار الحرية، ونؤمن ان الحرية غير قابلة للتجزئة، بمعنى اننا لا استطيع ان اؤيد الحرية في مكان ولا اؤيدها في مكان اخر. واجبي ان اؤيد الحرية في كل مكان، وواجبي كشعب قاسى من الاستعمار وقاسى من العدوان ان نستنكر العدوان في اي مكان. ما حصل عدوان على الكونغو ونزلت قوات امريكية وقوات بلجيكية في ستانليفيل، استنكرنا هذا العدوان. ايه الفرق؟ ايه الفرق بين العدوان الانجليزي الفرنساوي على بورسعيد سنة 56 والعدوان الامريكي البلجيكي على ستانليفيل سنة 64؟ دول ناس معاهم سلاح ودول ناس معاهم سلاح، دول نزلوا بالباراشوت ودول نزلوا بالباراشوت، دول قتلوا اهالي البلد ودول قتلوا اهالي البلد. نحن ضد العدوان بأي شكل من الأشكال، نحن من أجل حرية الشعوب. طيب هل تشومبي نستطيع أن نعترف به أن هو يمثل شعب الكونغو؟ تشومبي قاتل، وإذا كانت أمريكا وإذا كانت بلجيكا بيجيبوا تشومبي يعملوه رئيس وزارة، بيبقى رئيس وزارة لحساب أمريكا ولحساب بلجيكا، ولا يمكن لنا بأي حال من الأحوال أن نعترف به كرئيس وزارة يمثل شعب الكونغو. مش بس احنا اللي ما اعترفناش به، انتوا عارفين لما جه هنا تشومبي في وقت مؤتمر عدم الانحياز لم تعترف به دول مؤتمر عدم الانحياز، ولا دولة واحدة وافقت انه يحضر المؤتمر يمثل شعب الكونغو. اذا اللي بيقولوا ان تشومبي يمثل شعب الكونغو مين؟ الامريكان والبلجيك. احنا بنقول ان تشومبي ليس الا عميل من عملاء الاستعمار، تشومبي ليس الا عميل من اجل مصالح امريكا ومن اجل مصالح بلجيكا في الكونغو. واحنا لا يمكن باي حال من الاحوال ان نقبل ان ينجح هذا المثل في افريقيا، ولكن يجب ان يفشل هذا المثل في افريقيا، ويجب ان تنجح القوى الوطنية في افريقيا. احنا ساعدنا شعب الكونغو، قالوا ان احنا ساعدنا شعب الكونغو، وانا بقول ساعدنا شعب الكونغو، وبعتنا لشعب الكونغو سلاح، وحنبعت لشعب الكونغو سلاح. موضوع ما فيش داعي باي حال من الاحوال ان احنا ننكره او ان احنا نخبيه، لان احنا لا نعترف بتشومبي، نعترف بتشومبي عميل الاستعمار، نعتبر ان الثوار الوطنيين في الكونغو يحتاجوا الى كل تأييد من القوى الوطنية ومن القوى الشريفة في العالم. وانتم الشعب اللي قابل عدوان سنة 56 لا يمكن ان يقبل باي حال من الاحوال ان يتعرض شعب الكونغو لعدوان مماثل لهذا العدوان اللي حصل سنة 56 ولا تساعدوش. اذا دي سياستنا، سياستنا واضحة معروفة، بنقولها بوضوح وبنقولها على المكشوف، وما بنخبيش، ما نفناش ابدا ان احنا بعتنا سلاح للكونغو، وبنقول ان احنا بعتنا سلاح للكونغو وهنبعت سلاح للكونغو. نيجي بقى دي سياستنا، سياسه قله، واحنا بنقول ان احنا اما بنتعامل مع دول العالم بنتعامل معاها على اساس ان ما حدش يتدخل في شؤون. ولكن اذا كانوا الامريكان بيفهموا انهم بيدونا شويه معونه علشان يجوا يتحكموا فينا ويتحكموا في سياستنا، انا بقول لهم احنا متاسفين، احنا مستعدين بننزل الشاي شويه، بنقلل من استهلاكنا في الشاي، بنقلل من استهلاكنا في البن، وبنقلل من استهلاكنا في بعض حاجات، ونحافظ على استقلالنا، والا نضيع استقلالنا خالص. يبقى معركه سنه 56 ما فيهاش اي فايده.
ليه انا بقول احنا بناخد من الامريكان قمح؟ لازم نعرف المواضيع بالمفتوح. قمح ولحمه وفراخ، ما بناخدش مصانع والله ابدا، يعني ما بيدوناش مصانع، بيدونا بحوالي 50 مليون جنيه في السنة. احنا ميزانيتنا في السنة 1000 و1100 مليون جنيه، بنصرف على الخطة حوالي 400 مليون جنيه او 500 مليون جنيه. اذا دعا الامر ان احنا نوفر 50 مليون جنيه بنوفرها على الجزمة، ولا بتهمنا والله العظيم. ليه انا بقول هذا الكلام؟ ليه انا بقول هذا الكلام؟ انا بقول هذا الكلام النهاردة بمناسبة، بقول هذا الكلام بمناسبة امبارح السفير الامريكي قابل نائب رئيس الوزارة للتموين، وراح عنده مقموص وزعلان وقعد عنده دقيقتين، وكان مفروض هيكلمه على التموين، المواد التموينية اللي احنا بنجيبها من امريكا حسب قانون الحاصلات. وقال له والله ان انا ما بقدرش اتكلم ابدا دلوقتي في هذا الموضوع. ليه؟ لان سلوكنا احنا يعني هنا في مصر مش عاجبه. انا بقول له هنا اللي سلوكنا مش عاجبه يشرب منين؟ يشرب من بعض. وان ما كفاهوش وانتوا هنا اللي ما يكفوش البحر الابيض بنديله البحر الاحمر يشربه كمان. اللي انا بدي اقوله ان احنا لا يمكن نبيع استقلالنا عشان 30 مليون جنيه ولا 40 مليون جنيه ولا 50 مليون جنيه. ان احنا مش مستعدين نقبل من واحد اي كلمه، اللي بيكلمنا اي كلمه بنقطع له لسانه. كده كلام واضح وكلام صريح. إذا كنا النهاردة بنشرب شاي 7 أيام نشرب 5 أيام لغاية ما نبني بلدنا. إذا كنا بنشرب قهوة 7 أيام نشرب 4 أيام. إذا كنا بناكل لحمة 4 أيام ناكل لحمة 3 أيام. اللي أنا بدي أقوله إن طبعا مناسبة هذا الكلام في الوقت اللي بيقولوا إن إحنا عندنا أزمة تموين وعندنا كذا وعندنا كذا، إن دل على شيء فيدل على إنه طريقة من طرق الضغط. إحنا متأسفين ما بنقبلش الضغط، وما بنقبلش الكلام السخيف، وما نقبلش الرزالة أبدا. وإحنا ناس خلقنا ضيق، خلقتنا كده وطبيعتنا كده. احنا ناس عندنا كرامة، شعب عنده كرامة، ومش مستعد يبيع الكرامة دي ولا بألف مليون جنيه، مش بخمسين مليون جنيه، ولا بثلاثين مليون جنيه، ولا باربعين مليون جنيه. طبعا بيقولوا ان ايه، ان في ازمة هنا، وان احنا عندنا ازمة كذا وازمة كذا. طبعا الازمة دي يعني موضوع سهل، ان كانت علامة شيء فهي علامة صحة. احنا ميزانيتنا 1100 مليون جنيه، سنة 52 كانت ميزانيتنا اقل من 200 مليون جنيه. احنا بنصرف على الخطة اكتر من 450 مليون جنيه، ما يقرب من 500 مليون جنيه. تعرفوا لو نوفر 3 مصانع او 4 مصانع مثلا كل سنة، بنغرق الدنيا لحمة، وبنغرق الدنيا سمك، وبنغرق الدنيا شاي، وبنغرق الدنيا. طبعا احنا عايزين مصانع وعايزين ارض جديدة نصلحها عشان نزود الزراعة ونزود الصناعة.
بيقولوا ما بنستوردش. طب ما احنا نقدر نقفل ثلاث مصانع ونستورد من ماكس فاكتور ونستورد من انجلترا ونستورد من فرنسا ونجيب لكم كلونيات ونجيب لكم روايح ونجيب لكم. هل الشعب فعلا عايز كده؟ سنة 52 استثمرنا في الصناعة 2 مليون جنيه، اللي اتصرف على المصانع سنة 52 2 مليون جنيه. السنة دي اتصرف على المصانع أكتر من 150 مليون جنيه. السنة اللي فاتت كان 115 مليون جنيه. السنة الجاية هيوصل إلى 200 مليون جنيه. ده على الصناعة بس. فإذا كنا بنوفر في أموالنا وبنزود في خطتنا، فإن احنا عايزين نبني بلدنا ونخلق فعلا في بلدنا المجتمع اللي ترفرف عليه الرفاهية، نخلي البلد لأبنائها كلها لناسها كلها، ما نخليش البلد لفئة قليلة من الناس. طب انا النهارده لو ما بنيش مصانع واجيب كل الكماليات حتى السلامه، اجيب لكم سلامه من فرنسا، بيحصل ايه؟ لا مش سلامه على الطريقه الصعيدي، سلامه على الطريقه الفرنساوي. طب هيحصل ايه؟ في ناس بتاكل وناس بتعيش وبقيه الناس ما تلاقيش تشتغل. طب لصالح مين ده؟ هل لصالح الشعب؟ هل لصالح الاشتراكية اللي احنا بننادي بيها؟ اذا احنا في خطتنا بنعمل على ان الضروريات بتكون موجودة، ولكن كل قرش نقدر نصرفه في الصناعة بنصرفه في الصناعة، وكل قرش بنقدر نصرفه في الزراعة بنصرفه في الزراعة، وكل قرش بنقدر نصرفه في الانتاج بنصرفه في الانتاج. ان انا لما اعمل مصنع معناه ان انا هشغل 500 عامل، معناه ان انا بصلح معيشة 500 اسرة، مش بس اسرة العمال ولكن اسر المحيطين بالعمال. يمكن بعضكم قرأ تحقيقات في الجرائد على مصنع شبين الكوم. مصنع شبين الكوم ما اثرش بس على العمال، اثر على المحيط اللي موجود مع العمال. ده العمل اللي احنا ماشيين فيه، دي السياسة اللي احنا مشينا فيها. عملنا بنينا لغاية دلوقتي اكتر من 850 مصنع، هنبني مصانع ومصانع ومئات المصانع، هنصلح الارض، السد العالي هيدينا ال 700 الف فدان حياط هيحولهم لري دايم، هنعمل بعد كده 1.5 مليون فدان ارض جديدة، هنزود الارض الزراعية تقريبا بالتلت. يطلع بعد كده يقول دي مصر فيها أزمة صناعية. ده في واحد في سفارتنا بره يمكن صدق هذا الكلام وبعت لأهله هنا، وأنا سمعت من واحد امبارح فاهم إن احنا وصلنا إلى حالة المجاعة، بيقول لهم بمناسبة رأس السنة هل أبعت لكم فخدة من بره ولا أبعت لكم حتة لحمة؟ ما وصلش بينا الحال أبدا لهذا الشكل. احنا بنبني بلدنا، وبنبني بلدنا من اجل ال 30 مليون اللي عايشين فيها، ال 30 مليون اللي ساكنين فيها. بنبني بلدنا ومش مستعدين ابدا ان احنا نبيع كرامتنا. بنبني بلدنا ونحافظ باستمرار، وكل يوم نحافظ اكتر على هذه الكرامة. اذا المعونة الامريكية زي ما قال السفير امبارح انهم هم مش مستعدين يتكلموا، بنقول لهم والله متشكرين وكتر خيركم، لكن ما احناش مستعدين نقبل كلام ولا نقبل انزح. احنا بنقدر نوفر ال 50 مليون جنيه وبنقدر يكون عندنا كفاية ذاتية. والشعب المصري
بيستطيع انه يصبر ويكافح. تذكروا في سنة 56 ما كانش عندنا ادوية وما ادوناش فلوس عشان الادوية. افتكروا سنة 56 ما كانش عندنا قمح، كان عندنا احتياطي 15 يوم ووقفوا توريد القمح. ما بننساش احنا الايام ده. وانا اذكر ان الاتحاد السوفيتي في سنة 56 وانا بعت جواب في هذا الوقت بعت لنا قمح قبل ما يخلص ال 15 يوم اللي موجود عندنا. احنا بنطور بلدنا وبنطور مجتمعنا. احنا سنة 52 كنا بنصرف على الادوية 6 مليون جنيه، السنة دي 25 مليون جنيه، السنة الجاية 33 مليون جنيه. مين اللي كان بيشتري ادوية سنة 56؟ الشعب كان بيشتري ادوية؟ طبقة محدودة هي اللي بتشتري ادوية، ولذلك كان الشراء ب 6 مليون جنيه. النهارده 25 مليون جنيه، اكتر من اربع مرات. السنة الجاية 33 مليون جنيه. اللي ما كانش بيقدر يشتري الدواء بيشتري الدواء، واللي كان ابنه يعيا ولا يجيبلوش دواء النهارده اما ابنه بيعيا بيشتري له الدواء. ان الدواء علما ان احنا رخصنا الدواء 25% بعد عمليات التأمين. دي الاشتراكية اللي احنا بننادي بيها، ودي الاشتراكية اللي احنا نعمل من اجلها. يجوا بره يقولوا في ازمة اقتصادية، لان احنا بنصرف العملة الصعبة كل سنة. انا في عملة صعبة بتيجي عندنا ما بنوفرش منها. عندنا احتياطي من الذهب موجود للكوارث وموجود للازمات، ولكن هل اوفر 10 مليون جنيه ولا ابني 10 مصانع؟ كل سنة اسأل نفسي هذا السؤال. اجي اقول لا، انا بدل ما اوفر ال 10 مليون جنيه ببني ال 10 مصانع، واما ببني ال 10 مصانع بشغل 5000 عامل، واما بشغل 5000 عامل بفتح 5000 بيت، واما بفتح ال 5000 بيت بفتح جنبهم 5000 بيت او 10000 بيت. دي السياسة اللي احنا بنتبعها. بنقدر نقول نوفر، اوفر 10 مليون جنيه، اوفر 20 مليون جنيه، اوفر 30 مليون جنيه، عملية بسيطة نتيجة هذا التوفير. ان انا اما اوفر 10 مليون جنيه يعني بوفر 5 مصانع، اوفر 20 مليون جنيه يعني بوفر 10 مصانع، اوفر 30 مليون جنيه يعني اوفر 15 مصنع وما شغلش هؤلاء الناس، ويبقى عندنا ناس عاطلين نقول لهم والله بنعمل لكم شويه طرق تطلعوا تشتغلوا فيها، وتطلعوا تحفروا شويه انايات وشويه طرق، وكل واحد ياخد له 10 ساق في اليوم او 8 ساق في اليوم. لكن هل دي خطتنا؟ مش دي خطتنا. هل دي فلسفه اشتراكيتنا؟ لا، دي فلسفه اي مجتمع قائم على حكم الطبقه. واحنا مجتمع مش قائم على حكم الطبقه، ولكن مجتمع قائم على تحالف قوى الشعب العامله، مجتمع قائم على الكفاية والعدل، مجتمع قائم على الاشتراكية، مجتمع قائم علشان يقضي على تحالف الاقطاع مع رأس المال، مجتمع قائم علشان يبني بلده. واسترد هذا المجتمع بلد هذا سنة 52، وزي ما قلت لكم قبل كده في سنة 56 اللي طلعوا وشالوا السلاح أثبتهم وبينهم لمين الثورة. الثورة لأبنائها من عمالها وفلاحينها ومثقفينها. إذا هذه الثورة الاشتراكية هي ثورة الشعب، ويجب أن تعمل من أجل الشعب ومن أجل تحالف قوى الشعب العاملة، لا من أجل الإقطاع ولا من أجل رأس المال ولا من أجل تحالف الإقطاع مع رأس المال ولا من أجل الاستغلال. أيها الإخوة، في السنة اللي فاتت في هذا المكان توجهت بالدعوة إلى مؤتمر القمة العربي،
السبب ان توجهت الى بالدعوة الى مؤتمر القمة العربي ان انا كنت ارى الاخطار تتجمع من حول العالم العربي. كان لابد لينا ان نتجمع من اجل هدف حتى نقضي على مؤامرات الاستعمار وحتى نقضي على مؤامرات اسرائيل وحتى نتصدى لأي طارئ. وعقد مؤتمر القمة العربي الأول وعقد مؤتمر القمة العربي الثاني واستطعنا ان احنا نتجمع حول هدف واستطعنا ان احنا نقيم القيادة العربية الموحدة واستطعنا ان احنا نتفق على تحويل منابع نهر الأردن واستطعنا ان نوحد الكلمة العربية حول فلسطين. استطعنا ان نقيم منظمة تحرير فلسطين واستطعنا ان نعمل مساندين لهذه المنظمة حتى تنظم شعب فلسطين واستطعنا ايضا ان نساعد هذه المنظمة لإقامة جيش فلسطين. استطعنا ان احنا نخلق جهد دولي متناسق واقتراب فكري، واكبر من هذا استطعنا ان احنا نحرم العدو من استغلال الخلافات اللي كان يبني عليها كل مخططاته العدوانية سواء في الحرب الباردة ضد الأمة العربية او في الحرب الساخنة ضد الدول العربية. بعد طبعا الخطوات دي تحقق بين الجزائر والمغرب حصل خلاف وامكن لهذا الخلاف انه ينتهي. طبعا بين اليمن والسعودية في مشاكل وكلنا عارفين ايه المشاكل اللي موجودة. ان احنا بالنسبة لمساندة اليمن قمنا بالواجب بتاعنا وزيادة، امنا حدود اليمن تحت سيادة علم الجمهورية اليمنية. وحينما التقيت بالملك فيصل في اسكندرية في المؤتمر العربي مؤتمر القمة العربي الثاني اتكلمنا بحيث ان احنا نزيل الخلاف بيننا وبين السعودية وبحيث ان احنا نحل المشاكل الناتجة عن الوضع في اليمن ونبدأ صفحة جديدة. طبعا في حاجة بدي اقولها، شعب اليمن كان شعب متخلف من الاف السنين وعايش في القرون الوسطى، والامامة استطاعت انها تضع عليه غلالة سميكة جدا من التخلف. فالنهاردة لا ننزعج باي حال من الاحوال اذا ظهرت اي متناقضات في اليمن، لان اليمن حينما يرفع عنه رداء التخلف لابد هتظهر فيه متناقضات. بلد بينتقل من القرن العاشر الى القرن العشرين مرة واحدة. طبعا بتحاول قوى الاستعمار وتحاول قوى الصهيونية وتحاول الرجعية انها تبين او تستغل هذه المتناقضات وهذه الخلافات، ولكن احنا على ثقة من ان شعب اليمن على درجة كبيرة من الوعي وسيستطيع شعب اليمن ان يحل بنفسه هذه المتناقضات وهذه الخلافات. واحنا لن نتدخل باي حال من الاحوال بين اليمنيين وبين بعض في داخل الجمهورية اليمنية، لاننا على ثقة ان في تناقضات لابد انها تظهر. وكان كل همنا وهدفنا ان الشعب اليمني يتمكن بعد الخلاص من حكم اسرة حميد الدين وطغيانها ان يبدأ في بناء الخراب الذي تركه العهد الراجعي في كل مكان. اتفقنا مع الملك فيصل على اساس ان يعقد مؤتمر من الاطراف المختلفة اليمنية، وان هذا المؤتمر بيجمع القبائل اللي بتحارب بعضها مع بعض او القبائل اللي مختلفة مع بعض، وبعدين يسود السلام في اليمن ولا تتدخل اي قوى اخرى في اليمن. والمباحثات بيننا وبين السعودية بالنسبة لليمن سيرة في تركها.
عقد مؤتمر ابتدائي ومفروض يعقد مؤتمر تاني، لا زالت المحادثات دايرة بالنسبة لهذا المؤتمر التاني. حصلت طبعا بعض صعوبات وحصلت بعض مشاكل، ولكن في رأيي هذه الصعاب وهذه المشاكل تنتهي إذا خلصت النوايا، وأنا في كلامي مع الملك فيصل شاعر إن النية خالصة من الجانبين، من جانبهم ومن جانبنا، بحيث إن احنا نقضي على هذه المشكلة اللي كانت حجر العصرة في سبيل العلاقات بين بلدينا. وإن الملك فيصل وإحنا هنا في الجمهورية العربية المتحدة عايزين تقوى العلاقات بيننا وبين المملكة العربية السعودية. طبعا لما أتكلم على اليمن لازم أذكر بالتقدير الدور المجيد والدور الحضاري والدور الإنساني اللي قامت به القوات المصرية في اليمن وهي تكافح وتقاتل من أجل شعب اليمن. طبعا هذه القوات ضربت المثل الأعلى في تبني دعوة القومية العربية والحرية العربية والثورة العربية. هذه القوات ضربت المثل الأعلى في التضحية والفداء، لا من أجل أهداف أنانية، ولكن من أجل تحرير الشعب اليمني، ومن أجل تثبيت الثورة اليمنية، ومن أجل حق الشعب اليمني في ثورته. السنة اللي فاتت اتكلمنا على مؤتمر القمة العربي، وكانت العلاقات بيننا وبين سوريا علاقات متأزمة، وكانت العلاقات علاقات يسودها الكثير من الخلاف. وبعد كده يمكن انتوا وجدتوا ان سياستنا اتجهت الى تصفية هذه الخلافات و عدم اعطاء اعدائنا مجال حتى يلعبوا على الخلافات بيننا. اتقابلت في المؤتمر الثاني مع القادة السوريين، وكان رئيس الوفد الفريق امين الحافظ، واتكلمنا على العلاقة بيننا وبين سوريا. واحنا يهمنا بالنسبة لسوريا امرين، يهمنا أن يبقى الشعب السوري كطليعة عربية، يهمنا أيضا أن تبقى لهذا الشعب دائما قدرته على توفير أكبر الجهد لقضايا النضال العربي المشترك. وعلى هذا الأساس احنا بالنسبة للإذاعة وبالنسبة للصحافة وبالنسبة لاتجاهنا اتجهنا إلى فتح صفحة جديدة في علاقتنا مع الجمهورية السورية. بل أكثر من هذا، أنا حاولت أن أنا أوفق في أثناء هذا المؤتمر وفي مؤتمر عدم الانحياز بين الجمهورية السورية والجمهورية العراقية، لأن أيضا في حملات إذاعة متبادلة بين سوريا والعراق بيلعب عليها أعدائنا وبيلعب عليها أعوان الاستعمار. وعملت بكل الوسائل ولكن لم أوفق حتى الآن في هذا السبيل. السنة اللي فاتت استطعنا ان احنا نحقق ايضا نجاح في مجالنا العربي، في مجال القومية العربية وفي مجال الوحدة العربية. اتفقنا مع العراق حينما زارنا أثناء مؤتمر عدم الانحياز وفد عراق ومال المستغل وعلى الإقطاع، وفي نفس الوقت مقيم تحالف قوى الشعب العاملة، وفي نفس الوقت
نقول ان احنا حققنا الديمقراطية الاجتماعية، كل واحد ليه الحق في العمل، كل واحد ليه الحق في التعليم، كل واحد ليه الحق في العلاج، كل واحد ليه الحق في المعاش، كل واحد ليه حق في ثروة بلده، وذلك بسيطرة الشعب على وسائل الانتاج او ملكية الشعب لوسائل الانتاج. بعد التأميم، بعد قرارات يوليو 61، بعد قرارات اغسطس 63، بعد قرارات مارس 64، بنقول ان احنا استطعنا ان نضع اساس الديمقراطية الاجتماعية، وبهذا يمكن ان تقوم ديمقراطية سياسية، اي اقامة حياة ديمقراطية سليمة. وبهذا ننتقل من دور الثورة للشعب الى الثورة بالشعب. وفي مارس الماضي اعلن الدستور، واقيمت الانتخابات، واقيم مجلس الامة، وانتهت الاحكام العرفية، واستكملنا بناء الاتحاد الاشتراكي، وبدأنا مؤتمرات في قواعد الاتحاد الاشتراكي، وحركات خلاقة. وانا غير منزعج من بعض الانحرافات اللي بتظهر في مؤتمرات الاتحاد الاشتراكي. الاتحاد الاشتراكي فيه 6 مليون، اذا ظهرت بعض الانحرافات في بعض الوحدات او في بعض وحدات في الاتحاد الاشتراكي، الشعب العامل الواعي اللي استطاع انه يقيم الديمقراطية الاجتماعية يستطيع انه يقوم ديمقراطيا هذه الانحرافات. واحنا النهاردة نبدأ ممارسة ديمقراطية، ما نخافش ابدا من اي انحرافات تقابلنا، ولكن لازم نكون واعيين ونكون صحيين ونشوف ان دي انحرافات، وان واجبنا ان نقوم هذه الانحرافات. المناقشة المفتوحة التي تجري في كل مكان، في مؤتمرات الاتحاد، في الصحافة، في مجلس الامة، في كل الاجتماعات، هي علامات صحة، ما نخافش منها ابدا النهاردة، لان احنا بنبني الديمقراطية السليمة. مجلس الامة بيناقش، هذه المناقشات ادعت الى شيء فانما تدعو الى السعادة. ما نخافش النهاردة، ما نخافش من ديمقراطيتنا انها تاخدها طبقة من الطبقات او تستولي عليها طبقة من الطبقات. ليه؟ عندنا في مجلس الأمة 50% عمال وفلاحين، وعندنا تحالف قوى الشعب العاملة. النهاردة بننتقل في الاشتراكية حتى تكون الثورة بالشعب، ولازم الناس تتكلم، والناس إذا اتكلمت وتناقشت في المواضيع طبعا فيه ناس هتغلط، ويمكن ناس بتلبخ كمان مش بتغلط. ما نخافش أبدا من هذا الكلام، ولكن بنقول إن دي عوامل صحية في بنائنا للديمقراطية. أكتر شيء نستطيع أن نثبت به المكاسب الكبيرة اللي حصلنا عليها إن احنا ننجح في بناء الحياة الديمقراطية السليمة، إن احنا ننجح في بناء حياة ديمقراطية للشعب، الشعب اللي آمن بالاشتراكية، والشعب اللي آمن بالميثاق، والشعب اللي نادى بإزابة الفوارق بين الطبقات. والديمقراطية ستكون دائما هي الدرع الحامي لهذا الشعب. ولكن ما نديش فرصة ابدا للرجعيين او الرأسماليين او المستغلين انهم يضحكوا علينا تحت اسم الاشتراكية او التباكي على الاشتراكية. كلنا عارفين من هم الرجعيين، وكلنا عارفين من هم الاقطاعيين، وكلنا عارفين من هم اصحاب المصالح البائدة اللي كانت موجودة قبل الثورة، واللي بعد الثورة وجدوا ان سلطانهم ونفوذهم انتهى، وان الشعب بيحصل على سلطاته، والشعب بيحصل على نفوذه. انا بقول لكم ان احنا عندنا النهاردة ديمقراطية مش موجود زيها ابدا في كل المناطق المحيطة بينا. مجلس الامة بيتكلم، الحكومة بتتكلم. مجلس الامة بقى هنا ايه؟ مجلس امة من الشعب، مش مجلس امة من فئة مستغلة من الرأسماليين. مجلس الامة لا يمثل حكم الطبقة،
المستغلة اللي هي تمثل سيطرة الإقطاع ورأس المال زي ما كان موجود سنة 52، ولكن مجلس الأمة يمثل العمال والفلاحين والمثقفين وقوى الشعب العاملة. بعد كده بيكون قدامنا ان احنا نعمل على زيادة الانتاج، علشان نطلب لازم نزود انتاجنا. اذا ما زودناش انتاجنا من القطن ومن القمح ومن الذرة، امال هناكل منين؟ احنا بنبيع القطن وبنجيب بيه الات القمح والذرة والمحاصيل اللي عندنا، بنستهلك شيء، الفواكه بنستهلك شيء، بنبيع شيء عشان نجيب بيه الات. يعني عايز اقول لكم ان احنا الالات دي ما بنجيبهاش ببلاش، بنجيبها بفلوس، وان الفلوس اللي احنا بندفعها هي الفلوس اللي بنصدر بيها. الارض محدوده، الزياده الموجوده محدوده، نتوسع بعد كده على الابار. المليون ونص فدان بتوع السد العالي لازم نعمل على انهم يكونوا 2 مليون فدان. الارض الساحلية اللي فيها مطر لازم نعمل على ان نزرع فيها بساتين من الفواكه، نستغل كل جزء في بلدنا. المرحلة الاولى من السد العالي تمت، المرحلة الثانية من السد العالي ساير العمل فيها. في سنة 67 بإذن الله نستطيع ان احنا نحجز جميع المياه اللي جاية في الفيضان. السنة دي ما قدرناش نحجز الا 5 مليار بس، اللي بيجي بيكون اكتر من 20 مليار. السنة الجاية بنبتدي الخطة التانية، بالنسبة للصناعة بتكون الخطة التالتة، وهي الخطة القائمة على الصناعة الثقيلة. السنة دي حققنا أهدافنا في الصناعة وحققنا أهدافنا في الزراعة. بنهاية هذه السنة بنكون حققنا في الزراعة إصلاح ما يقرب من 500,000 فدان زي الخطة. بالنسبة للمصانع وبالنسبة للصناعة حققنا أهدافنا. طبعا إذا كانت قابلتنا بعض مشاكل أو قابلتنا بعض صعاب، لا يمكن بأي حال إن هذه المشاكل أو هذه الصعاب بتخلينا نكفر او بتخلينا نتردد في طريقنا. ليس امامنا من طريق الا الانتاج، مزيد من الانتاج، نزود في انتاجنا الزراعي، نزود في انتاجنا الصناعي، نزود في الديمقراطية الاشتراكية. كل سنة بنأخذ من تجاربنا ونزود في تجاربنا الديمقراطية. مشاكلنا ومشاكل الانتاج لا يحلها الا مزيد من الانتاج. المصانع، ببني مصانع وبشغل عمال وبديهم اجور، بيطلعوا يصرفوا هذه الاجور ويشتروا بضائع. بعوز ابني مصانع تاني واشغل عمال واديها اجور وتشتري بضائع، ولا استوردش بضائع من بره، اشتري بس آلات من الخارج علشان أزود المصانع. مشاكل الإنتاج بنحلها بمزيد من الإنتاج، مشاكل الديمقراطية بنحلها بمزيد من الديمقراطية. الانحرافات لابد أن نقومها بكل شدة وبكل عنف، وإحنا قلنا الحرية، كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب. الناس اللي عايزين يرجعوا بينا إلى ما كنا فيه سنة قبل سنة 1952. ملناش طريق نمشي فيه الا طريق واحد، هو ان نسير الى الامام، نبني الانتاج وننمي وفي نفس الوقت نبني الديمقراطية. بالنسبة للخدمات، بالنسبة للانتاج احنا عملنا شيء. بالنسبة للانتاج احنا قلنا ان الانتاج فيه ممثلين للعمال، 4 في كل مجلس ادارة، كانوا 2 في كل مجلس إدارة، خلناهم 4 في كل مجلس إدارة. وقلنا بهذا إن إحنا
بنعمل ديمقراطية وإن الشعب العامل يشارك في الإنتاج. بالنسبة للخدمات عندنا مشكلة، وأنا أرى إن لابد أيضا من أن تكون هناك ديمقراطية أكثر في الخدمات، إلى جانب محاولة إعادة تنظيم الحكومة. زي الشعب ما بيشارك في إدارة أجهزة الإنتاج، يجب أن يشارك الشعب في الإشراف على الخدمات، وينبغي أن نجد الوسيلة التي نجعل بها الخدمات تحت إدارة الشعب لتخدمه ولتحسن خدمته. والخدمات اللي موجودة في البلد كلها، مستشفيات والمدارس، كل هذه الخدمات هي لخدمة الشعب. في حاجة بدي أقولها، إن المشاكل لن تنتهي أبدا، وعلى رأس هذه المشاكل مشكلة زيادتنا 700,000 أو 800,000 كل سنة. طبعا 700,000 كل سنة يعني عايزين أكل المليون واحد كل سنة زيادة، يعني لازم نشتغل أكتر لنزيد الإنتاج عشان نوكل مليون واحد كل سنة. عايزين نقيم زراعة قوية ونقيم صناعة قوية وندير الصناعة ونبنيها، نتوسع في الخدمات ونتوسع في التأمينات. شعبنا دائما أثبت قدرته على حل المشاكل، وأثبت حيويته، وأثبت إمكانيته على تحقيق النصر. العام اللي فات استطعنا أن احنا نحقق فيه أهداف الخطة أو ما يقرب من أهداف الخطة. استطعنا ان احنا نحقق فيه الديمقراطية، استطعنا ان احنا نبدأ اول سنة من الثورة بدون احكام عرفية، بالقانون العادي. وانا بعتبر ان هناك نجاح كبير، وانا كنت منتظر ان بعد ما نلغي الاحكام العرفية بتطلع الرجعية وبتطلع بيطلع الاقطاعيين وبيطلع الرأسماليين ويقولوا انهم مطمئنين من غير احكام عرفية. طلعوا طبعا، وطبعا حصلت بعد هذه الفترة، فترة إلغاء الأحكام العرفية، بعض حملات من الهمس وبعض حملات من الكلام، وإحنا ما قابلناهاش أبدا بالعنف، ولكن تركناها لأن إحنا كنا بنعتبر إن ده وضع طبيعي إن يحصل كلام. كان في أحكام عرفية لمدة 12 سنة، انتهت الأحكام العرفية في مارس اللي فات، وقامت حياة برلمانية، وقامت ديمقراطية سليمة، وقام مجلس أمة. في ناس انضروا طبعا في ال 12 سنة، الاقطاعيين انضروا، المستغلين انضروا، الرأسماليين انضروا، الناس اللي تأممت مصانعهم طبعا مش راضيين ان بتأميم مصانعهم، بيطلعوا بعد الغاء الاحكام العرفية كل واحد يتكلم له كلمتين، وكل واحد يحاول يهمس له همستين. ولكن انا رأيي ان الشعب اقوى من كلامهم، والشعب أقوى من همستهم، لأن هذا الشعب كان أقوى من طيارات الإنجليز والفرنسويين واليهود، وأقوى من أساطيل الإنجليز والفرنسويين واليهود، واستطاع أن يقضي على العدوان، واستطاع أن ينتصر، واستطاع أن يبني بلده، واستطاع أن يرفع رايته، واستطاع أن يرفع إرادته. والله يوفقكم، والسلام عليكم. سادة المواطنين، فقد كان هذا هو اللقاء الكبير لتخليد ذكرى الانتصار في معركتنا الكبرى في بورسعيد، الذي يتجدد كل عام مع الحياة المنطلقة منذ يوم التحول الرائع في المعركة الفاصلة على أرض المدينة الخالدة. أيها سادة المواطنين، نحييكم من المدينة الخالدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.